ينضم إلينا من ليمسول محمد المريري مدير المنطقة العربية في أوربكس. أهلا بك محمد معنا في الجلسة الأولى. بداية يعني ما نراه اليوم من هذه الارتدادة، هل هي ردة فعل كانت طبيعية بعد هذه التراجعات الحادة التي رأيناها يوم أمس، أم أنه بدأ هناك نوع من استيعاب وتسعير لانتشار أوميكرون وما قد يعنيه بالنسبة للإغلاقات؟ اهلا نوري، سعد صباحك والمشاهدين الكرام. بالفعل بعد جلسه دمويه بالامس على جميع الاسواق تقريبا بلا استثناء، حتى الاسواق الامريكيه والاوروبيه والاسيويه كانت يعني باللون الاحمر اكتست الاسواق. اليوم عم نشوف تعديل ارتداد من جديد، تم ما بدنا نقول انه تم استيعاب حاله الانتشار اللي عم تصير في تحديدا في اوروبا من المتحور الجديد، الا انه يمكن المتداولين او المستثمرين بدوا يتعايشوا في الاسواق مع هذا الانتشار. توقعات اصبحت تشير يمكن الى اقل حده في الفتره القادمه. اخر جلسات هذا الاسبوع، ما بدنا ننسى انه هذا الاسبوع اسبوع تداول قصير نوعا ما، يوم الجمعه راح تشهد يمكن بدء موسم العطلات، كذلك حتى في بعض الدول الاوروبيه جلسات قصيره راح تكون اذا كان هناك جلسات تداول. فبالفعل شفنا اليوم بعد التعديل على الاسواق الا انه ما نتوقع انه راح يستمر لفترة طويلة بسبب حالة عدم اليقين اللي ما زالت مستمرة في السوق بالفعل نور. طيب إذا ما تكلمنا عن الأسواق الأوروبية وسنعود لنتكلم عن الأسواق الأمريكية، ولكن هذه المستهدفات بالنسبة ليورو ستوكس 600 البرايس تارجت للعام المقبل بحسب بلومبرغ، هل نوعا ما تعتبر مبالغ فيها، أو هي يعني هي بست كيس سيناريو أفضل السيناريوهات؟ وإذا ما عدنا لنرى هذه الإغلاقات وهذه وبدأنا نراها بالفعل في أوروبا، هل هذه الأرقام غير منطقية الآن؟ بالفعل بالربع الاول يمكن احنا بنشوف انه قد تشهد مع هاي المتحورات الجديده والانتشار وعوده الاغلاقات من جديد بالفعل اللي بدنا نشوفها على ارض الواقع بالاوروبا، بنشوف انه يمكن الربع الاول تحديدا من العام القادم قد تكون التوقعات اقل من هاي الارقام بالفعل. حذر من المستثمرين، توجه يمكن نحو الابتعاد عن اصول عاليه المخاطر قد نشهدها في الربع الاول مع مزيد من الاجراءات. يمكن التقارير بتعول على سياسات نفس ما ذكرتي البنوك المركزيه القادمه في التجديد قد تكون تدريجيه، وهذا الشيء الاسواق بدات تستوعبها خاصه اسواق الاسهم والمؤشرات بالفعل، رغم يمكن سحب السيوله التدريجي من السوق هذا بدا يعطي الاسواق حاله من الـ من 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 الاستقرار. ما بنشوف انه راح تكون يعني الارقام مقاربه للتوقعات، قد نشهد ربع اول ابطأ بالفعل خاصه مع اغلاق هذا العام مع هاي الاحداث وعوده الاغلاقات من جديد في المنطقه على ارض الواقع. طيب فيما يتعلق بالأسواق الأوروبية أيضا، الحديث عن أي تشديد في السياسة النقدية لم يكن له الوقع الكبير على أداء الأسواق، رغم أنه هذا سيعني سيولة أقل، ولكن يبدو أنه كأنه انقلبت المعادلة، لأنه نفس الأمر رأيناه في الأسواق الأمريكية بعد حديث باول، لم تتأثر الأسواق بنفس الحدة التي كنا نراها في السابق عند الحديث عن تشديد سياسة نقدية. هل أصبحت الأسواق نوعا ما إميون، أو يعني لا تتأثر بالحديث عن تشديد السياسة النقدية كما كان في السابق؟ صحيح 100%، والنقطة الأهم اللي ذكرناها نور أنه السحب التدريجي لهي السيولة عم بيساعد في عدم يعني وقوع يعني تأثير كبير في السوق. عم نشوف سحب تدريجي، ما في أي تسرع لسه من قبل البنوك المركزية رغم الحديث عن تجديد السياسة النقدية، إلا أنه عم بيكون بشكل تدريجي. الانطباع اللي صار الفترة الماضية لما تم بالفعل الإعلان عن رفع يعني البدء في رفع برامج تقليص من قبل الفدرال الأمريكي، تم استيعاب الخبر في السوق بقبل من ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، فبالتالي شفنا رد فعل متواضع من الأسواق، وقد نشهد هذا الاستمرار بالسوق بقبل من ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، فبالتالي شفنا رد فعل متواضع من الأسواق، وقد نشهد هذا الاستمرار بالتعايش ما بين سحب السيولة التدريجي وتوازن في تحركات مؤشرات الأسهم والأسواق بالفعل خلال الربع الأول والثاني من العام القادم قبل البدء بالفعل في تحريك أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. محمد المريري مدير المنطقة العربية في أوربكس، أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم.